هنحط السمنة، رشة سكر، هندوب رشة السكر، ونزلت بالبصل، أنا مقطعة 3 بصلات، هنزل بفلفل أحمر، 3 فصوص ثوم مفرومين، للتوابل ورق غار ومرق الدجاج، نص عود قرفة، 2 قرنفل، 4 حبهان، فلفل أسود، بابريكا مدخنة، وكمون، كزبرة، وبهارات فراخ. هضيف التوابل كلها. زي ما انتوا شايفين البصل عمال يدبل أو بيتكرمل معايا، هسيب الخلطة دي تبرد وبعدين أجيلكم. حطيت دبس رمان وبعد كده قلبت التتبيلة وتبلت بيها كل الفراخ وسايباهم اهو بتاع ربع ساعة. أنا بس مستعجلة على سواها، انتي ياريت تسيبيها من نص ساعة لأكتر. هضيف كوباية مرقة على نار متوسطة، هسيبها ربع ساعة كده لحد ما تبتدي تدخل في السوا، وطبعا لازم اغطيها. هديها 10 دقايق في الفرن وبعدين على الشواية. قبل ما ادخل الفرن هحط معلقة سمنة مع خل عنب وفلفل اسود وكاتشب، والخلطة اللي انا عملتها هبتدي ادهن بيها الفراخ قبل ما ادخلها الفرن عشان تيجي برضو تاخد لون، تاخد لون جميل. حمرت وعملت لها فحمية، بصوا اللون، بصوا الجمال. فانا وشيفة وطبعا نسينا نقول هاي في المطبخ، بس باي في المطبخ.